نوقف وقفة احتياجية جماهيرية مطلبا شرعي في فك طريق ذره لما له من أهمية وما له من تقارب بين وجهات النظر في توفير كل متطلبات مديريتنا ومحافظة أبيان واليمن عامة. هذا الطريق يربط أكثر من 8 محافظات، ونتمنى التجاوب الأخوة في المجلس الرئاسي ومحافظ محافظة أبيان والقوات المشتركة، وأن ينظر بعين الاعتبار مندوب الأمم المتحدة لهذا المعبر الرئيسي الهام، شأنه كل المعابر التي تدرج ضمن خطط أممية. إننا في هذه الوقفة الاحتياجية نطالب المجلس الرئاسي والتحالف العربي بفتح طريق ثره الهام والذي يعتبر شريان حياة لمديريات المنطقة الوسطى، ونطالب بفتحه شأنه شأن المعابر والطرق التي ستفتح في محافظة تعز ضمن بنود الهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي لليمن، ولما يمثله هذا الطريق من أهمية بالغة في حياة المواطن في مديريات المنطقة الوسطى. اليوم لدينا وقفة في مديرية لودر والمنطقة الوسطى بشكل عام في محافظة أبيان لفتح معبر ثره أسوة بالمعابر الأخرى في محافظات الجمهورية اليمنية التي تتبناها الحكومة مع الأمم المتحدة وكذلك الطرف الحوثي. إن معبر ثره لا يقل أهمية عن بقية المعابر، إذ يربط عدة محافظات يمنية. هذا اليوم هنا الوقفة الاحتجاجية في مديرية لودر، وهي تطالب بفتح معبر ثره أسوة بالمعابر في بلادنا. فمعبر ثره هو أصبح ملحة أساسية والمعيار الرئيسي للخطوط كاملا وعبر المحافظات الذي يؤدي من معبر ثره. فهنا نحن نناشد السلطة بالمجلس الرئاسي أن يأخذوا معبر ثره بعين الاعتبار من أجل فتح هذا الطريق، أولا من أجل تحسين معيشة المواطن التي أهلكت معيشته وأصبحت حياته معيشية صعبة جدا جدا. هذا الطريق الذي يربط مديرية لودر بمديرية بوكيراس بمحافظة البيضاء، وهذا الشريان الحيوي يجب أن يفتك هذا الطريق، لأنه بفتح هذا الطريق تتقلص كثير من الإشكاليات التي تواجه المواطنين في مديرية لودر. أتمنى من الأخوة المسؤولين في مديرية لودر وكذلك في محافظة البيضاء أو من يهمه الأمر إلى إنجاز وفتح هذا الطريق.